بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود إلى رسالة بعث بها المستمع عمر عيسى محمد أحمد. الأخ عمر، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: في سورة هود الآيات 105 و106 و107 قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والسؤال: ما هو تفسير تلك الآيات وتفسير الاستثناءات فيها؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنها وردت في أصحاب النار وأصحاب الجنة. وإذا علمنا أن المؤمن العاصي قد يعاقب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فما هو الاستثناء الوارد في أصحاب الجنة؟ هل هناك من يخرج من الجنة ويدخل النار؟ جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهاتان آيتان عظيمتان فيهما موعظة للمؤمنين. والله تعالى: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد. فالآية تدل على خلود أهل النار فيها خلودا مؤبدا، وهذا في حق الكفار والمشركين. وأما من دخلها من المؤمنين بذنوبهم وكبائرهم فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا هو مرجع الاستثناء والله أعلم. إلا ما شاء ربك يعني لأهل الإيمان الذين دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون إذا طهروا وهذبوا أخرجوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة. يخرجون من النار كالفحم محترقين ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، تنبت أجسامهم وتتكامل ثم يؤذن لهم لدخول الجنة. وكذلك في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا فيه خلود أهل الجنة في الجنة، وأنهم لا يخرجون منها أبدا، وأنها دائمة وباقية أبد الآباد، وأهلها باقون فيها أبد الآباد، لا يموتون ولا يهرمون ولا يسقمون ولا يخافون، بل هم في سرور دائم وعيش رغد دائم لا ينقطع ولا يزول. وقوله إلا ما شاء ربك هذا والله أعلم في حق أهل الكبائر الذين يتخلفون عن دخولها في أول الأمر ويدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فالاستثناء والله أعلم راجع إلى هؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك المستمع أحمد بن سليمان الحميد بعث بقضية يقول فيها: أفيد فضيلتكم أنني كنت مسافرا إلى إحدى مدن المملكة، وبينما كنت في المطار وقبل صلاة العصر أقمت الصلاة قصرا وجمعا. نعم. أفيد فضيلتكم أنني كنت مسافرا إلى إحدى مدن المملكة، وبينما كنت في المطار وقبل صلاة العصر أقمت الصلاة قصرا وجمعا، وقد صليت الركعتين الأولى
وبعدما انتهيت من ركعتي صلاة الظهر أقمت بصلاة العصر. أتى إلي شخص مسافر وسألته هل أنت تقصر في صلاتك؟ وأجابني بنعم، وقد صلينا سويا. وعندما انتهينا من الصلاة قال لي قم لكي نصلي العصر، فأخبرته بأن الصلاة التي صليناها الأخيرة هي قصر صلاة العصر، فقال لي قم نصلي صلاة العصر. فقلت له إن الصلاة التي صليتها أنا وإياك هي صلاة العصر، فقال لي إن الصلاة التي صليتها معك هي صلاة الظهر. أرجو إفادتي عن حكم ما فعلت، جزاكم الله خيرا. ما فعلته صحيح والحمد لله، لأنك ما دمت في سفر فلك القصر والجمع في المطار أو في غيره. فأما ما قاله هذا الشخص هذا عنده توهم أو عنده جهل، فالحكم يتعلق به هو، وأما أنت فصلاتك صحيحة. وأما هو إذا كان نوى صلاة الظهر فقط فإنه يصلي صلاة العصر، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى صلاة الظهر فقط ولم ينوي العصر فعليه أن يقوم ويأتي بصلاة العصر، وأما أنت فعملك صحيح الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر شيخ فادح؟ لا يؤثر على الإمام، لا يؤثر على الإمام. لا. أما المأموم؟ المأموم فيه خلاف. نعم الصحيح انه لا يؤثر ايضا، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث، ولم يذكر النيه، لم يذكر النيه. وايضا مما يدل صراحه على جواز اختلاف النيه بين الامام والمأموم، نعم، حديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه ويخرج ويصلي بقومه، يصلي بقومه، فتكون له نافله ولهم فريضه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بالثانية ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فالفريضة في حقه هي الأولى والثانية تكون نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبدالله العاطفي من الجنوب بعث برسالة وضمنها جمعا من القضايا، في إحداها يسألكم شيخ صالح عن رأيكم في المرأة المعتدة والتي يقوم أهلها لها في نهاية العدة بذبيحة كما في الأفراح، ما هو توجيهكم في مثل هذا العمل جزاكم الله خيرا، وأيضا يقومون بالقص من نهاية شعرها. أما القص من شعرها فهذا لا يجوز، هذا محرم، لأن هذا القص إنما هو لنسك الحج أو العمرة وهو التقصير، أما في غير ذلك فلا يجوز عمله لا مع العدة لا مع المعتدة في نهاية عدتها ولا غير ذلك، إلا لسبب مباح كالتخفيف من الشعر إذا كان طويلا تحتاج إلى قصه لا بأس. وأما الذبيحة فإن كانت تفعل من باب اعتقاد أنها مشروعة فهذا خطأ ويكون هذا بدعة، أما إن كان هذا يفعل من باب الفرح بانتهاء العدة وإفراح المعتدة وتسرية عنها في الاجتماع واجتماع الأقارب يفعلون هذا من باب العادات ومن باب الفرح فهذا لا بأس به، لكنه لا يداوم عليه ويتخذ عادة. جزاكم الله خيرا. يسألكم رأيكم شيخ صالح في البهائم التي تمرض ما يقارب شهر، هل تركها أفضل أم تذبح ويستفاد منها؟ إذا كانت يستفاد منها إذا ذبحت وتؤكل فإنها تذبح، وأما إذا كانت لا تؤكل وإنما ترمى، فإن ترمى يعني جثتها ولا ينتفع منها، إنها لا تذبح وإنما تترك لعل الله سبحانه يشفي أن يشفيها أو تموت بعد ذلك بدون ذبح، لأن الذبح إذا لم يكن لأكل لحمها فإنه لا فائدة منه. الذين يذبحون البهائم رحمة بها كما يقول البعض منهم شيخ صالح، ما هو توجيهكم؟ لا أصل لهذا، الأصل تركها لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يشفيها وتعود إلى نفع صاحبها أو تموت بأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يذبحون الذين يبيعون البهائم المريضة على أصحاب المطاعم ما وأصحاب المطابخ، ما هو توجيهكم لهم كما يسأل هذا المستمع جزاكم الله خيرا شيخ صالح؟ بيع البهائم المريضة المذكات للناس عموما أو لأصحاب المطابخ كل هذا من الغش المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه، قال من غشنا فليس منا، وهذا عيب واضح وضرر كبير بالناس، قد يسبب أمراضا في الناس، فلا يجوز هذا الغش وهذه الخديعة، فلا يجوز بيع لحم الحيوانات المريضة أو المصابة بآفات على أنها صحيحة وسليمة، سواء باعها الجزارون للناس في أسواق اللحم وعرضوها في أسواق اللحم أو باعوها لأصحاب المطاعم يأكلوا
يأكلها الناس وهم لا يعلمون، هذا من الغش المحرم ومن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منكر يجب تأديب من يفعله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في المرأة المعتدة التي تظل لابسة الحذاء أجلكم الله في المنزل ولا تخلعه إلا عند النوم؟ هذا من الجهل، إذا كانت تلبسه وتلازمه تعتقد أن هذا من أحكام الإحداد فهذا من الجهل، أما إذا كانت تلبسه للتدفئة أو لحاجتها إليه من غير اعتقاد أن ذلك من أحكام العدة فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد القادر محمد عبد القادر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذا اللقاء، يسألكم شيخ صالح ويقول: هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه ليلة أسري به؟ نرجو توضيح الإسراء بارك الله فيكم، وأعني كيفية لقائه صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء وإقامته بهم الصلاة صلى الله عليهم جميعا وسلم. الإسراء ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وببدنه يقظة لا مناما عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل، وركبه دابة تسمى البراق سريعة العدو. وأما المعراج فالمراد به الصعود من الأرض إلى السماوات العلى، هذا هو المعراج، هو الصعود. قد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه يقظة لا مناما حتى جاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وقرب من ربه عز وجل وسمع كلام ربه عز وجل وكلمه، فرض عليه الصلوات الخمس. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ببصره فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لم يره ببصره وإنما رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى إنما تكون في الدار الآخر، لا أحد يرى الله في هذه الدنيا وهو على قيد الحياة في هذه الدنيا، وإنما يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، يراه المؤمنون في جنات النعيم كما تواترت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في القرآن أيضا كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم رحمه الله، وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة وهي البهجة وحسن المنظر، وأما ناظرة بالضاء الآية الثانية فالمراد بها النظر بالأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عدي بإلى إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى فمراد به المعاينة بالأبصار، هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فلا أحد يرى ربه عز وجل، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، لأن الله جل وعلا عظيم. ولهذا لما سأل موسى الكليم أن يرى ربه لما كلمه قال: إنك لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالحاصل أن الصحيح من قولي العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج وإنما رآه بقلبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأما صلاته بالأنبياء ورؤيته للأنبياء في السماوات، نعم، فهذا من باب رؤية أرواحهم، أرواحهم في أعلى عليين في الجنة في السماوات، وأما أجسامهم فهي في الأرض مدفونة في الأرض، فرؤيته لهم صلى الله عليه وسلم رؤية لأجسام لأرواحهم. وقال بعض العلماء: إن الله خلق لهم أجساما جعل فيها أرواحهم فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تعتبر تلكم الرؤية رؤية في الحياة البرزخية، وإن كان هناك وصف لألوانهم وأشكالهم وأطوالهم. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بكيفيتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من الأردن عمان، تقول: أختكم في الإسلام أم عبادة. أم عبادة لها رسالة مطولة من صفحتين، ما في هاتين الصفحتين قضية تخص عمل المرأة في الطيران، ولا سيما إذا كانت كثيرة الترحال والانتقال والاختلاط أيضا بالرجال،
وتقول إنها ابتليت بذلك من نوع من العمل فتركته لما فيه مما أسلفت في المقال، وتقول إلا أن عليها ديون، وتسألكم التوجيه شيخ صالح بماذا توجهونها وكيف يكون الحال لتسديد ديونها وعملها أيضا، جزاكم الله خيرا. هذه المرأة أحسنت في تركها هذا العمل الذي يوقعها في محاذير، فهي أحسنت إلى نفسها وتكون قدوة صالحة إن شاء الله لغيرها في ترك هذا العمل. والواجب أن المسلمين لا يتشبهون بالكفار في مثل هذا، بل على المسلمين أن يجعلوا في خدمة الطيران من الرجال الذين يتحملون الأسفار ويتحملون الخدمة وليس فيهم فتنة، هذا هو الواجب. الواجب على المسلمين أن يستقلوا بشخصيتهم ومعنويتهم وأن يكيفوا أمورهم على حسب أمور دينهم، وأن لا يقتدوا بالكفار في أعمالهم وتجنيدهم المرأة وتحميلها ما لا تطيق من هذه الأسفار ومن هذا الاختلاط ومن هذه الفتنة. وأما ما ذكرت من الديون، الله جل وعلا ييسر لها، عليها أن تعمل الأسباب لقضاء هذه الديون، إما بأن تشتغل في عمل يناسبها، وظيفة تناسبها ولا يحصل فيها فتنة، والأعمال النسائية كثيرة ولله الحمد، وإما بأن تعمل حرفة من الحرف التي تحسنها كخياطة الثياب وغير ذلك من الأعمال النسائية، فعليها أن تلتمس طريقا للكسب الحلال الذي يتناسب مع أنوثتها ومع حرمتها وكرامتها. والأعمال النسائية كثيرة ولله الحمد، إما في المجال الوظيفي وإما في المجال الحرفي المناسب للنساء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من رضت المرأة الرجال وخدمتهم كما ذكرت هذه المستمعة في الطيران وخدمتهم أيضا في الفنادق وكأن دينها قد أباح لها ذلك، لعل لكم الأفضل. قلنا إن الواجب على المسلمين أن يكيفوا أعمالهم بحسب أوامر دينه، ومن ذلك بل من أعظم ذلك أمر النساء، فعليهم أن يجعلوا عمل النساء في محيط النساء وخدمة النساء في المستشفيات في أي مكان يكون فيه عملها مع النساء وفي خدمة النساء تمريضا وعلاجا وغير ذلك من الأعمال التي يرتادها النساء، وأن تترك أعمال الرجال للرجال، هكذا يتطابق الحكم مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فللرجال أعمال تليق بهم وللنساء أعمال تليق بهن، وعلى المسلمين أن يولوا كل جنس ما يليق به من الأعمال، مبتعدين عن الفتنة ومبتعدين عن تبذل المرأة ومبتعدين أيضا عن تكليف المرأة ما لا تطيق، فإن تكليف النساء بعمل الرجال هذا ظلم ومشقة على النساء وإهدار لمصالح كثيرة تفوت من إشغال المرأة في غير مجال عملها، من القيام بالبيت وتربية الأطفال واستقبال الزوج في البيت والسكن، سكن الزوج إليها، كل ذلك يفوت به إشغال المرأة بعمل لا يليق بها، ولكنها تعمل في بيتها وهذا هو بالدرجة الأولى من وظائفها، وإذا كان عندها مزيد وقت وعندها خبرة تشتغل خارج بيتها في أمور تتناسب مع النساء وفي محيط النساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد السعود من الجلفي بعث يسأل رأيكم شيخ صالح في أطفال الأنابيب من حيث الجواز أو عدم الجواز، جزاكم الله خيرا. هذا من العبث الذي ظهر في هذا الزمان ومن التنطع والتكلف وإخراج الطب عن مجاله الصحيح إلى مجالات يمدها العقل والفطرة، فعلى الزوجين أن يبذلا الأسباب لحصول الذرية بالطرق المشروعة، وإذا لم يحصل إنجاب فعلى الزوج أن يعمل الأسباب الأخرى من تزوج امرأة أخرى وثانية وثالثة إلى الرابعة، أن يغير لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ذرية، إن لم تحصل من هذه تحصل من هذه، كذلك بتعاطي الأدوية النافعة في هذا المجال. أما هذه العمليات التي فيها هذا العبث وهذا التدخل في أمور ليس هي من صلاحيات البشر فهذا
أمر لا يليق، وأيضا الأنساب تضيع مع هذه العملية، ومن الذي يأمن هؤلاء الأطباء على أنساب الناس وأن هذا ابن فلان؟ قطعا المسألة فيها خطورة حتى من جهة الأنساب، فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الخزعبلات وهذه الترهات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لكم رأي في الاستنساخ أيضا شيخ صالح؟ هذا أشد، الاستنساخ أشد، وقد أنكره جمهور المسلمين أو عموم المسلمين أنكروها، بل الكفار استنكروا هذا الحمد لله، لأنه من العبث الذي لا يليق بالبشرية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا عن حكم استعمال المرأة المعتدة والمحرمة من زعفران. زعفران ليس من الطيب، استعماله في القهوة أو في غيرها لا يعتبر من الطيب، لكن لا تضعه المرأة على بدنها أو على ثيابها، لكن أن تشربه مع القهوة أو مع شراب آخر فلا أرى مانعا من ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت لاسمها بالحروف راي ألف ميم من القصيمة ميزة، تسألكم شيخ صالح عن حكم إعطاء مبلغ معين لشخص معين كيما يسعى لها في نقلها من في عملها من جهة إلى أخرى، وهل لكم من توجيه، وهل يعد ذلك من الأتعاب أو من الرشوة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إذا دفع إلى معقب يشتغل بالتعقيب المعاملات لدى الدوائر الحكومية يعطى قدر تعبه هذا لا بأس به، أما إذا أعطي للموظف من الموظفين أو لجماعة من الموظفين أو أعطي لمعقب يشترك مع الموظفين فهذا رشوة وحرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، بل ولعن الرائش وهو الذي يسعى بينهما، والرشوة سحت وحرام شديدة في التحريم لما يترتب عليها من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يترتب عليها من العبث في أعمال الناس، ويترتب عليها من الظلم وتقديم من لا يستحق على المستحق وغير ذلك، وضياع الأمانة في المجتمع إلى غير ذلك، وتعطيل الأعمال أيضا، فإن الموظفين إذا اعتادوا على الرشوة فإنهم يعطلون الأعمال ولا يبذلونها إلا بثمن من المراجعين، فيحصل بذلك أضرار خطيرة وعظيمة. فإذا كان هذا الذي يأخذ المبلغ مجرد معقب ولا صلة له بالموظفين وإنما يأخذها في مقابل أتعابه فلا بأس، أما إذا كان هذا موظفا أو كان غير موظف لكنه مشترك مع الموظفين ويكون معهم شبكة لجمع الرشاوى فهذا حرام وسحت وتعاون على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة